على سنين 16 سنة أشعر ببلد. اللي هو معايا اللي بيفكر دايما بعقله وقلبه الاثنين. لازم طبعا نعمل منظمة عشان تبين صورة مصر الحقيقية الواقعية قدام بقى جميع الدول العربية، ولازم نبين لهم ان الصورة اللي بتتاخد في مصر دي غير حقيقية خالص. هو الفترة اللي فاتت كان في مشاكل كتير وبين مصر اللي هو مشكلة مصر والسودان الزمان اللي احنا بنقول عليها، وبعد كده الدول الافريقية والمجاعات والحاجات اللي بتحصل كتير هناك. طيب انا دلوقتي انا بلدي هنا في مصر وعايزة في نفس الوقت اساعد الدول العربية، لان المساعده بتاعتنا في البلد العربيه ان شاء الله باذن الله. لو هاخد لقب او هبدا حاجه زي دي، الاول عايزه اخلي المراه هي تاخد ستيب بنفسها، تشوف هي نفسها في ايه، هي دراستها ايه، هي حابه ايه، لان معظمنا دخل دراسه مش بتاعته، دراسه مش بيحبها. هنبدا الجيل الجديد بقى نشوف هو نفسه في ايه او ميوله ايه وندخله فيها. دي الستيب الاولانيه اللي انا نفسي ابدا فيها. مساء الخير إليك، متألقة جدا، جميلة جدا، عن جد كل معنى هالكلمة. الجمال طبعا ما بينوجد فينا شكلا خارجا وجهنا أو جسمنا، طبعا هو الجمال، جمال الروح. الجمال اللي احنا شايفينه ما شاء الله عليك، كل واحدة نسخة لن تتكرر، كل إنسان جميل من جوه، كل إنسان فيه حاجات حلوة كتير، بس إزاي إن هو يطلع الجمال ده هو ده المهم. ده يكون شخصيته واثق بنفسه، بيقرا كويس قوي، بيعرف يوجه الجمال، ما يكونش شكل، لازم يبقى شكل ومظبوط.